عروض من فن السيرك تستلهم مادتها من الفولكلور المغربي الغني من خلال لوحات استعراضية كوريغرافية للقفز والتوازن والحركات البهلوانية على إيقاع الطبول. تلك هي الفرجة التي قدمتها مجموعة أكروماروك لجمهور الرباط ضمن مهرجان موازين إيقاعات العالم. بالنسبه للعروض اللي غادي نقدموا اليوم للمشاهدين، يعني عندنا بيراميد الكليب الجونغلاج، الدراري كيقصروا لي فليب لي ساطو بحال هكا، دونك وكاين مفاجات اخرى ان شاء الله اللي غادي يشوفهم الجمهور. لا بيركيسيو يعني هذه كنحتاجوها مره فاش كنخدموا في يعني في العروض ديال الشارع، ملي كنكونوا في لاصين وهذا كنخدموا بالموسيقى على حسب العرض اللي حنا وجدناه. مجموعة أكروماروك الاستعراضية أثبتت وجودها بعصامية وثبات وتحد كبير من خلال مشاركتها في برنامج عرب جود تالنت، فأبهرت الجمهور بجميل أدائها الفني الذي تقدمه اليوم ضمن فقرات عروض الشارع لمهرجان موازين إيقاعات العالم. Très bien fait, tout le monde est ravi, vous n'avez qu'à voir les gens qui regardent et qui apprécient le spectacle. تبارك الله عليهم، هادشي زوين ما شاء الله، وديما نشاط في المغرب وموازين إيقاعات العالم، برافو عليكم. بساحة مولاي الحسن بالرباط أو بكورنيش أبي رقراق، العديد من عروض الشارع تمنح جمهور مهرجان موازين إيقاعات العالم من سكان العاصمة وزوارها فرجة تتنوع فيها أساليب الإبداع الفني.